هما العدل جروب يعني هو كل الشركات كويسه يعني الناس كلها محترمه. العدل جروب بس فيهم تكه كده ان هو بياخدك كفرد من العيله، يعني هو جروب فعلا واسلوب شغلهم بروفيشنال قوي، وفي نفس الوقت هو بيعاملك على انك فرد من العيله، وفي نفس الوقت هو ملتزم معاك قوي. يعني انا بسمع، انا ما تعرضتش لحاجه زي كده من اي حد اشتغلت معاه، بس انا بسمع كتير عن شركات بتاجل فلوس وفنان يقعد يجري ورا فلوس ومش الحقيقه العدل جروب هو اللي بيجي يقول لك مش عايز فلوس، يعني هو اللي بيجي يقول لك خد فلوس، يعني مش انت اللي ما بتحتاجش انك تقول له. والمبلغ اللي بتتفق عليه بتاخده على داير مليم، ممكن بقى يبقى شاطر شويه في النيجوشيشنز دي تحسب له مش تحسب ضده. فهو انا اشتغلت معهم السنه اللي فاتت اول مره وانبسطت قوي في التعامل، بطريقه التعامل بتاعتهم. وبالتالي اي وقت هيقول لي تعالى نشتغل يعني مش هفكر مرتين، يعني الا طبعا لو الشخصيه ما عجبتنيش حاجه تانية يعني، بس غير كده